احنا ما ناش احنا تسمى هذا القرض ما ندوش كريدي بونكار هذاك ما نستعملوش وهما فما عندهمش حاجة أخرى اللي نجموا يعاونونا بها إلى يومنا هذا. يعني هم مكتفي بالصوالح اللي عندك تايا ماشي استثمارك عادي. نعم. قلت لك راك مكتفي بالصوالح اللي عندك تايا ماكش يحتاج. أنا وكان لقيت لي أنا ماذا بيا يعود لنا وكان لقيت لي أنا بصح بدون قرض بدون 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 انتري. راك معايا وكان لقينا الدولة تعاوننا بقرض. بدون انتيري ماذا بينا اولي باش نديرو هذا الشيء في 10 سنين نديرو في 2 سنين صح 10 سنوات نديرو في عامين بصح مادام فيه الانتيري هذاك الفوائد القرض بالفوائد هذاك حنا ما نستعملوهش ما نتمشاش معاه. انا شفتك داير مساحه تاع عنب المائده تجربه انها بدات تظهر هنا في عين تمشنت عنب المائده هذا ريزون دو طابل ريزان دو طابل وانا ندرها كاع ريزان دو طابل انا كامل عندي غير ريزان دو طابل مساحه كاع اغلبيه تاعها ماشي الاغلبيه كامل لا كاع العنب اللي عندي غير ريزان دو طابل ما عنديش تاع الخمور والتجربه ناجحه هنايا ان شاء الله يا ربي رانا معها ورانا نباطايو مونطون بدركم منين تجي نهبطهم بلاكري دوك تجي لاكري كنت قاعد تشوف تاع اسيستو المونتاج راح تجي لا غريت تفد هذاك الكوندويت بالبونطا وتهبط على هنا ومن بعد البولونوا اسمعني نعاود الريبورت تاع الفريق هذا وعمت تولي امارشي اسمعني هذه فاني بهم بلا برك من هذا هذا هو هو هذا 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 هو هذ